هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى، وهو العهد الأخير للبشرية، أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا القرآن كتاب تشريع أحكام فقهية، وكتاب عقائد يتكلم عن كثير من العقائد، وأيضا كتاب أخبار وقصص، ففيه قصص للأمم السابقة، فيه قصص الأنبياء السابقين كلهم تقريبا المشهورين المعروفين. وقد ذكر الله في كتابه حوالي 25 نبي من أنبيائه، من أشهرهم أولو العزم الخمسة، نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء هم أشهر الأنبياء الذين ذكروا في القرآن، فيه أخبار الأولين، فيه أخبار الغيب القادمة، فيه من المعجزات التي أخبر بها القرآن عن كثير من المكتشفات التي حصلت الآن واكتشفها الناس، والقرآن قد أخبر عنها منذ أكثر من 1400 سنة. وأبرز مثال في هذا خلق الإنسان، أطوار خلق الإنسان ذكرها القرآن في أكثر من موضع، والعلم الحديث الآن وضح هذه القضية وذكرها، والقرآن قد سبق هذا الأمر كله. فالقرآن يحتوي على كل ما تحتاجه البشرية من هدى وتعاليم وتشريعات وأحكام وأخبار وقصص وعقائد. لذلك يقول الله عز وجل في هذا القرآن: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن كتاب الله عز وجل، وهو النور المبين الذي أنزله الله، من أخذ به وتمسك به أوصله هذا القرآن إلى جنات الله، إلى الهدى والخير في الدنيا والصلاح والعدل والاستقامة، وإلى جنات الله في الآخرة. ومن أعرض عن هذا القرآن فقد خسر خسرانا مبينا، خسر الحياة الطيبة، خسر الطمأنينة والسكينة والاستقرار في هذه الدنيا، خسر الهدى التام في حياته وفي أخلاقه وتعامله وفي جميع شؤون حياته. يقول الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني يهدي للطريقة والمنهج الذي هو أزكى وأفضل وأقوم في هذه الحياة، في كل مجالاتها وفي كل شؤونها، سواء في الحياة الاقتصادية، في الحياة السياسية، في الحياة الاجتماعية، في الحياة النفسية، في الأخلاقية، في كل مجالات الحياة نجد أن القرآن يهدينا إلى أحسن السبل وأقوم الطرق لنعيش في هذه الحياة حياة طيبة آمنة مستقرة.